ناس كتير لما بتيجي تعمل رجيم او عايزه تخس شويه بتواجه فكره ثبات الوزن، يقول لك انا بعمل كل حاجه وفتحت اليوتيوب وجربت النظام ده والنظام ده والنظام ده، لكن عندي ما يسمى بثبات الوزن. اقف على الميزان الاقي مثلا 80 كيلو، بعد يومين ثلاثه اوزن نفسي الاقي 80 كيلو، اجي بعد شهرين الاقي ايه الحكايه؟ انا عملت كل حاجه وجوعت نفسي وما اكلتش وما روحتش ورحت المطعم مع اصحابي وما رضيتش اكل وحاجات كده، لكن الوزن ثابت مش عايز يتغير. طب انا عايز اخس شويه اعمل ايه؟ دي اسئلتنا النهارده، لكن اسمحوا لنا نرحب بضيفنا اللي منورنا دكتور ابانوب مجدي، اخصائي التغذيه وعلاج امراض السمنه والنحافه وسوء التغذيه. اهلا بيك. اهلا بستك. يلا نورنا. الحمد لله، ربنا يخليك. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. نبتدي مع بعض، بس ايه اللي يخلي الوزن ثابت مش عايز يتغير؟ طيب اولا انا مبسوط جدا بالمقدمه اللي حضرتك قلتها، لان هي غالبا دي المشكله اللي بتقابل اغلب الناس. الوزن ليه مش عايز يتغير؟ دي ليها اسباب كتيره جدا. طيب اول حاجه احنا في لسته كده من الاسباب، خلينا نبدا ان احنا نطرحها يعني بطريقه لطيفه. اول حاجه، في ناس كتيره جدا بتغفل جزئيه ان هي ما تعملش نقص في السعرات الحراريه الاجماليه اللي بتدخلها جسمها كل يوم. الحقيقه ان ده ممكن يبقى سبب معروف لاغلب الناس، لكن مش معروف كيفيه تطبيقه بتكون ماشيه ازاي. ودي جزئيه مهمه جدا. يعني مثلا يجي كده حد يقول لك ايه، انا ماشي على الدايت بنسبه 70%، بس ماشي على الدايت بنسبه 70%، طب ال 30% اللي انت بتغيب عنك دي بتروح فين؟ او ال 30% دي بتقييمك انت ولا بتقييم الدايت؟ بأني تقييم؟ فالجزء بتاع الطاقه السلبيه اللي انا مش بحافظ عليه في جسمي ده بيخلي احيانا وزني يبدا ان هو يثبت. يعني ايه الطاقه السلبيه؟ طيب الطاقه السلبيه دي يعني ايه؟ الموضوع كده عامل زي الميزان. لو انا مثلا معايا عربيتين او معايا عربيه مثلا بتحتاج عدد معين من لترات البنزين علشان تمشي مشوار محدد. ولتكن مثلا لتر عشان تمشي 10 كيلو. حلو كده؟ فانا جسمي بيستهلك كميه طاقه معينه تساوي مثلا 1000 سعر حراري. لو انا دخلت له 1000 سعر حراري وزني المفروض في الحاله دي يثبت ما يتحركش. طب لو انا دخلت له اكتر المفروض يزيد، لو دخلت له اقل المفروض ينقص. ده كده بشكل نظري، بس الحقيقه بيدخل مع ده شويه عوامل تانية، زي مثلا فكره ايه، الناس اللي هي مثلا بتبدا تدخل سعراتها مظبوط لكن بتدخلها من مصادر مش مظبوطه، فده احيانا بيعمل شويه اختلافات. يعني طب اديني مثلا. طيب مثلا بنشوف مرضى كتير يعملوا ايه، يقول لك بص دكتور انا باخد كل سعراتي زي الفل، بس انا باخد سكريات كتير وباخد دهون كتير بس في حدود السعرات بتاعتي. الحقيقه ان انت فعلا ممكن تبقى بتاخد السعرات بتاعتك مظبوط، لكن تاثير التدخلات الغذائيه اللي انت بتدخلها لجسمك كل يوم بتوديك لطريق تاني خالص، بتوديك لحته ان انت مثلا بدل ما دخلت 1000 سعر حراري او انت فاكر انك دخلت 1000 سعر حراري، في الحقيقه اللي ممتص لجسمك ممكن يبقى اكتر شويه من الكميه دي، وتخلي جسمك يثبت شويه في الوزن. ده سبب من ضمن الاسباب. في اسباب كتيره جدا تانية. في سبب مثلا زي اسباب الاجهاد. الناس اللي هي في حاله ستريس كتير جدا يا استاذ حق، ويومهم مضغوط جامد ودايما فيهم مشاكل، احيانا ده بينتج عنه افراز زياده لهرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول هنا هو ده بنسميه ستريس هرمون، ده بيخرج بكميات كبيره شويه في حاله الضغط علشان يحافظ على جسمك من اي تاثيرات سلبيه. بس الحقيقه ان هو برضو بيعمل تاثير تاني في احتجاز سوائل كتيره في الجسم، واحيانا كتيره بيلاحظ على بعض الناس اللي عندهم ستريس قوي في حياتهم بطنهم دايما كبيره. ده بسبب برضو الكورتيزول هرمون، وده اللي بيتفرز طبيعي في جسمنا في حاله الضغط او في حاله الاسترس اللي موجوده في حياتنا. تمام. فبرضو من ضمن الحاجات اللي لازم نحافظ عليها حياه الى حد ما تبقى صحيه يعني وهاديه شويه. طب في حد ممكن يقول لك انا يعني ماشي على طريق الدايت او بتاع بجوع نفسي، يعني بجوع وباجي بوزن نفسي تاني يوم الاقي نفسي ما خسيتش، طب ازاي انا ما اكلتش واستغنيت مثلا عن وجبه العشاء تماما وما اضفتش حتى اي سكريات ولا اكلت اي حاجه مثلا بعد الغداء، ومع ذلك انا جيت تاني يوم اوزن لقيت نفسي وزني زي ما هو، لا زاد ولا خس؟ ازاي ده بالاكتر حد ممكن يقول لك انا زدت ما خسيت؟ طيب انا مبسوط جدا بالسؤال ده لانه فعلا بيتكرر مع ناس كتير جدا. طيب احنا ربنا خلقنا في الاساس وخالق كده في جسمنا بعض الغدد عشان تحافظ على جسمنا في حاله ثبات للوزن، يعني ربنا خلقنا حرفيا علشان نحافظ على الوزن او علشان يزيد شويه في الوزن احتياطي في حاله ان يحصل اي مجاعه او يحصل اي مشكله. فجسمنا مهيئ للفكره دي. لما انت بتبدا تقلب القصه ان انت تعمله تدخله في حاله تجويع او حاله ستارفيشن مود، جسمك بيبدا يرن الخطر، يبدا يرن جرس الخطر. انت ايه اللي بيحصل لك؟ انت بتموت ولا بيحصل ايه؟
ايه اللي بيجرى؟ فيبدا ان هو يدي اوامر للخلايا كلها بتاعه جسمنا ان هي تقلل معدلات الحرق شويه، وان اي اكل هتبدا بس ان انت تاكله هيبدا يحاول يمسك فيه علشان يبدا ان هو يخزنه، علشان حاجه واحده بس، عشان يحافظ عليك ان انت تعيش. من الاخر كده جسمك لو اكلته خيارتين في اليوم هيعيش بيهم، لو اكلته بيضتين في اليوم هيعيش بيهم، هيتصرف ويعمل اي حاجه ويعيش بيها. الناس اللي بتدخل في الطريقه دي وتبدا تجوع نفسها لفترات كبيره جدا، معدل الحرق بتاعهم بينخفض جامد، بينخفض جدا، وعلشان تبدا ترجعه وتصلحه من تاني الموضوع ده بياخد شهور كتير قوي. فموضوع يعني موضوع التجويع ده ما يحسنش الدنيا، خطر جدا. خطر جدا. طب استاذنك معايا اتصال، معايا استاذه منى، اهلا بيكي. اهلا بيكي يا استاذ حاج، اتفضلي سؤالك. يعني انا بشرب ليمون الصبح عليق بعسل، هل ده بيعمل يخسر؟ طب انت بتشربيه عشان عشان قصد التخسيس؟ عشان التخسيس وعشان عندي بلغم في صدري، هل بيخسس ده؟ يعني حضرتك عرفت الوصفه دي منين؟ من خلال دكتور ولا من خلال الانترنت وكده؟ لا حد قال لي يعني. حد قال. طيب. وبعدين مش بخس يعني، ممكن اخس كيلو ثاني يوم الاقي نفسي زدت الكيلو ثاني. تمام عنينا، حاضر. طيب شكرا، اهلا بيك. طيب الاسئله دي بتتكرر كتير قوي وللاسف منتشره بشكل مهول على العسل، وحط عليه الليمون وحط عليه عسل ده. يعني هو اختراع زي فكره ايه بالظبط؟ خد ميه مغليه الصبح. ليه ميه مغليه؟ هم بيعتقدوا، يقول لك اصل احنا في دايما جمله كده بنقول حرق الدهون، فالناس احيانا من كتر يعني الضحك شويه بيعتقدوا ان انا لما هشرب ميه سخنه هتروح على الدهون تحرقها بجد وتنزلها من الجسم. طبعا يعني بتعامل مع جسم ان هو طاسه مثلا. بالظبط، حرفيا صدقني. حرفيا بالظبط، والموضوع ده غير صحيح تماما. فكره دايما ان ناخد ليمون الصبح او ميه مغليه الصبح او الحاجات دي كلها هي قد تكون مفيده شويه للقولون، ان هي ممكن شويه بتبقى هاديه بتهدي القولون شويه، انما ليس لها اي علاقه باي شكل من الاشكال بنزول الوزن او حرق الدهون. طب يعني مش السكريات الصبح يعني العسل ده في الاخر سكريات صح؟ بالظبط. طب هو ده مش يرفع الانسولين بسرعه جدا؟ صح. ممكن يعمل لي مشكله يعني؟ برافو عليك، ده حقيقي. ودايما احنا في حاجه اسمها جلايسيميك اندكس، الجلايسيميك اندكس ده اللي هو مؤشر السكر بتاع الماده نفسها اللي انا هبدا اتناولها. ليه مثلا انا ممكن اقول لحضرتك كل نص رغيف بلدي بس ما تاخدش معلقه سكر؟ ايه يعني الفرق؟ مع ان نص رغيف البلدي ده ممكن يبقى 150 سعره حراري ومعلقه السكر دي 20 بس. الله، طب ايه السبب اللي انا خليك اقول لك لا ما تاخدش سكر؟ الحقيقه ان مؤشر السكر بتاع السكر الطازه اللي انا باخده ده بيبقى عالي قوي، فجسمنا بيتخيل ان في كميه سكريات رهيبه دخلت جسمك، فبيدي امر للانسولين ان يتفرز بكميات كبيره جدا. اول ما الانسولين يتفرز بكميات ضخمه جدا يبدا يعمل حاجتين، يدي اوامر للخلايا الدهنيه استعدي بقى كده علشان هبدا اديكي حبه مغذيات تبداي تخزنيها دلوقتي. دي اول نقطه. تاني نقطه، هيبدا ان هو ياخد السكر ده كله يحرقه، ومعدل السكر هينزل شويه في الدم، فهتجوع اكتر فهتاكل تاني، فتقعد تعيد في نفس السايكل دي باستمرار وما بتوصلش لحاجه. فدايما نخلي بالنا من موضوع السكريات خاصه على مدار اليوم ده، سواء من عسل نحل، عسل نحل مفيد وكل حاجه بس ممكن ناخد معلقه واحده في اليوم، والسكريات بشكل عام على مدار اليوم كلها ضروري ناخد بالنا منها جدا. تمام، استاذنك معانا تليفون. استاذ عادل اهلا بيك. ايوه ازي حضرتك. الله يخليك، الحمد لله. كل سنه وحضراتكم طيبين. وانت طيب وبخير، اتفضل سؤالك. الله يخليك. انا عندي ابن 11 سنه وكان متابع مع دكتور تغذيه. تمام. ماشي، الوزن بتاعه ما بيقلش عن 54 مع ان ماشي على الورقه اللي كاتبها له الدكتور. وعنده ثبات في الوزن يعني. ثبات في الوزن، بس هو عنده داخل على سكر. عنده مقاومة انسولين. داخل على سكر وهو سنه 11 سنة. طيب ألف سلامة عليه وعينينا. هو وزنه كام معلش؟ 54 كيلو، 11 سنة. طوله قد إيه يا أستاذ عادل تفتكر؟ طوله قد إيه؟ 150 مثلا؟ لا 157 تقريبا. طيب خلاص ماشي، أوكي حاضر. ووزنه 55. هو ما يعتبرش يعني عنده سمنة، درجة متقدمة من السمنة، هو بس عنده تقريبا مقاومة انسولين، فهم ده اللي مخلينه يتابع مع دكتور. هي احيانا مقاومة الانسولين بتؤدي، هو اولا مقاومة الانسولين هي عرض مش مرض، يعني ده عشان بس الناس دايما بتخلط بين الحاجتين. مقاومة الانسولين هي العرض اللي بيحصل ناتج عن تناول كمية نشويات عالية شوية او كمية سكريات كتيرة شوية على مدار اليوم، فمع الوقت بيحصل مقاومة الانسولين، ان الخلايا اللي هي المستقبلة للانسولين ما بقتش شغالة بالكفاءة بتاعتها، فهي دي مقاومة الانسولين. الفكرة كلها ان هو لو وزنه مش بينزل على حسب هو بقاله فترة قد ايه ماشي على الدايت وخس قد ايه. لو هو من اول اسبوع ما بينزلش، اذا في خلل في الخطة الغذائية اللي هو ماشي عليها.
قد يكون محتاج لبعض التغييرات اللي موجوده اصلا في قلب البرنامج الغذائي. انما لو هو بقاله فترات كبيره عمال بينزل ينزل ينزل في الوزن وجه في مره راح ثابت, ده طبيعي خالص, واطمنكم يعني ان 90% من الناس اصلا بيحصل لهم كده. ودي بتبقى مرحله اسمها بلاتو وبتقعد في حدود 3 اسابيع وبعدين بتبدا ان هي تتحرك. لكن لو وزنه مش بينزل خالص لازم نراجع نسب الفيتامينز اللي بياخدها, لازم نراجع نسب البروتين اللي بياخدها, لازم نراجع نسب الكاربس اللي بياخدها كويس. وفي خلل دايما بيحصل لاغلب الناس. احيانا كميه البروتين لو هي مش كافيه في الدايت ومحسوبه صح على حسب الاحتياجات الغذائيه, ده بيؤدي لتكسير كتير جدا في العضلات. مع تكسير العضلات معدل الحرق الاجمالي بتاع الجسم بينزل. يعني انا لما اقلل البروتين العضلات تيجي اجي كده باجي على العضلات او العضلات طبعا تقل؟ طبعا احنا ربنا خلق لنا لكل حته في جسمنا ليها احتياجات غذائيه معينه او بكميات محدده. طب البروتين ده مش لازم يعني مش مختلف عليه حيواني او نباتي؟ يفضل دايما التنوع في مصادر البروتين, لان في حاله ان انا باخد من نوع واحد بس مش بكفي احتياجاتي من الاحماض الامينيه. البروتين ده فيه احماض امينيه متكونه تحته كتير. تمام. لازم يوصلوا لي ال 20 حمض امين اللي انا محتاجهم بكميات الكفايه. لما باخد من مصدر واحد بس او مصدرين, الكميه اللي بتوصلني في النهايه مش هي دي اللي انا محتاجها. فالتنوع دايما مهم, خاصه للاطفال لان هو لسه في مرحله نمو ولسه جسمه بيكبر ولسه جسمه محتاج كتير. لما ابدا اعمل له ديفيسيت جامد او عجز جامد جدا في البروتين بالذات, ممكن جسمه فعلا يبدا بقى يخش في القصه اللي قلنا عليها. تمام. ستارفيشن مود, يبدا ان هو يقل شويه في معدل الحرق. استاذنك معانا استاذ ساره, اهلا بيكي. اهلا بيك استاذ حاج. ازيك يا استاذ حاج؟ الله يخليك, اتفضلي سؤال. استاذ حاج سوسه نستي, اتفضلي سؤال. لو سمحت عايزه اسال الدكتور عن الغده الدرقيه, يعني ليها تاثير في زياده الوزن ولا ايه بالظبط؟ لا معلش, السؤال تاني عن الغده الدرقيه, ايه مالها بقى الغده الدرقيه؟ ليها تاثير في زياده الوزن يعني لو نشطه او طيب. عينينا حاضر, عينينا يا مدام ساره. تمام. الغدة الدرقية هي من غدد الماستر أو الحاجات الرئيسية جدا اللي بيكون ليها تحكم كبير في معدل الإيض أو معدل التمثيل الغذائي أو معدل الحرق يعني زي ما احنا بنسميه. ولما بيكون في خلل كبير فيها بيأثر بشكل رئيسي على كل جسمنا. ده مش بس بيأثر على معدل الحرق, لا ده كمان بيأثر على الدورة الشهرية للسيدات, بيأثر على سقوط الشعر, بيأثر على النشاط, ممكن يعمل إمساك كتيرة, مشاكل في الجهاز الهضمي كتير جدا. ضروري يكون الغدة الدرقية متظبطة مع دكتور الغدد أو دكتور الأمراض الباطنة, يبدأ إن هو يظبطها لنا لغاية لما تبقى في النورمال بتاعها. طول ما في خلل فيها طول ما الوزن هتلاقيه دايما متغير ودايما متلخبط. لكن لما تتظبط الغده الدرقيه عادي بقى الدنيا تمام. خلاص في حاله ان هي اتظبطت بتبقى الدنيا تمام, بيفضل بس المريض منتظم على العلاج, لان في مرضى للاسف بيعملوا الحركه دي, الغده تتظبط عندهم وكل يبقى تمام, يقول لك بس انا هشيل الدواء. دي جريمه, محدش يعمل كده ارجوكم من نفسه. بس كمان في ناس ما بيهتموش ان دي الغده الدرقيه, يعني بيلاقي نفسه وزن او دي السيدات بالاكتر, اعتقد الغده الدرقيه السيدات بالاكتر تبقى بالنسبه اكبر السيدات فعلا. بتلاقي يعني ما بتبقاش هي مهتمه يعني بان دي غده درقيه, ده انا وزني بيزيد اصله كلت زياده اصله ما اعرفش ايه حاجات كده. هو بيبقى في شويه اعراض عامه لازم برضو تبقى هي واخده بالها منها. يعني مثلا لو بدات تلاقي ان صوتها كده بيبقى فيه بحه مش مظبوطه, او ان صوتها متغير باستمرار, لو بدات تحس مثلا ان هي في صعوبه في بلع الريق, لو بدات تحس ان جالها امساك شديد, لو بدات تحس ان في تساقط في الشعر, لو بدات تحس ان دايما في جفاف في الجلد, كل دي اعراض. في خمول بشكل عام, كل دي اعراض توديها لحته طب ما نبص على الغده. فغالبا لا, في حاجه في مصدر يعني هيبدا ان هو يحركها شويه ويسقها حبه في القصه. بس ضروري لو حد بدا يلاحظ ان في زياده غريبه في الوزن مره واحده لازم يروح يكشف, لان قد تكون الغده الدرقيه. تمام. التدخلات الدوائيه بقى, فكره الادويه, هل في ادويه ممكن تعمل على ثبات الوزن ولا دي مالهاش علاقه؟ طبعا, خاصه الادويه اللي هي بتكون فيها كورتيزون, دي من ضمن الادويه اللي شويه بتخلي المريض يقول لك انا بدات اخد كورتيزون وباكل نفس الاكل ومش متغير في حاجه, ومع ذلك وزني بدا يزيد بكميه رهيبه جدا. الكورتيزون فعلا بيبدا ان هو يخزن كميات ميه كتيره شويه في الجسم, زائد ان هو برده بيكسر شويه في العضلات. فبيخلي منظومه الحرق اللي في جسمك دي كلها تختل شويه, فبيحصل فعلا زياده في الوزن. فبس الفكره ان دايما الدواء بتاع الكورتيزون ما يقدرش ان احنا نقول للمريض قلله او وقفه, لازم يبقى تحت اشراف طبيب هو اللي يقول له الكميات هنبدا ان احنا نسحبها واحده واحده وهكذا. فطبعا بيكون ليها تاثير, لكن ده مش معناه ان انا طالما هاخد كورتيزون ابدا بقى ايه, طب خلاص اكل بقى كل حاجه, طب افتح بقى سكريات بقى وحلويات واي حاجه. لا, في الحالات اللي زي دي بنبدا ان احنا لازم نقلل النشويات جدا, حفاظا ان وزنك مره واحده ما يروحش طالع بكميات كبيره وتقعد بقى بعدين نعيط عليه. استاذنك معانا استاذ كورولوس, اهلا بيك. صباح الخير, كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب وبخير, اتفضل سؤالك. انا حابب اكون كسل من السن, عملت اكتر من مره دايت وانزل بصعوبه
واتخن تاني بسهوله خالص. لكن علاجات كتير. مش بتداوم على الدايت؟ لا بداوم، وبدل ما انا جايب علاج ماشي حلو، لكن بعد ما اخلص العلاج بلاقي نفسي فاتح التاني الدنيا معايا اكتر من الاول. اه طب الدكتور عايز اسالك سؤال. طيب عايز بس اعرف من سيادتك علاج ايه؟ يعني ايه العلاج اللي بتاخدوه؟ وتقريبا بطن ايطاليا او حاجه زي كده انا مش فاكر. طب انا عايز اسالك وزن حضرتك قد ايه؟ 75 كيلو وطولي 157 158. طيب عينينا. حاضر عينينا، شكرا. طيب انا بس عايز ابدا اوضح قصه. هو برضه ما عندوش زياده مفرطه صح كده؟ هو لو هو قال 157 سم. 157 ووزنه 75. ممكن احسبها يعني، بس هي سمنه درجه اولى بالنسبه. اولى دي اول مرحله في السمنه. بس الفكره انا عايز اعلق على نقطه ضروريه جدا مهمه جدا. اغلب الادويه اللي بيبدا ان هي يتسوق ليها خارج الصيدليات، اهو انا بتكلم على خارج الصيدليات، الادويه دي كلها مش تحت اشراف وزاره الصحه. وده في حد ذاته اصلا بيبقى خطر كبير. اغلب الادويه دي بتبقى مكون من ماده اسمها السيبوترامين. السيبوترامين دي ماده بتشتغل على المخ، بتبدا ان هي تقلل من معدلات الجوع بنسب كبيره جدا، تحس ان تواكل خروف ومبسوط والدنيا تمام، وتبدا ان هي تعلي شويه معدلات الحرق. المشكله في الادويه دي ان هي ليها اثر كبير جدا على صمامات القلب، ممكن تعمل فيها مشاكل كتيره جدا، ممكن تعمل مشاكل في الكلى والكبد. فلازم لازم لازم اي دواء يتاخد تحت اشراف طبي، تحت اشراف طبي، ويكون مرخص من وزاره الصحه، والادويه دي بتبقى موجوده في الصيدليات. طب السؤال المتكرر، يعني فكره زياده منطقه معينه في الجسم وازاي يتعامل معاها؟ يعني مثلا لو ابتدينا بالرجاله بالاكثر، فكره الكرش يبقى جسمه الى حد ما كويس، لكن عنده موضوع الكرش يقول لك انا مش عارف اعمل ايه في القصه دي. فهل كل حاجه فكره الدايت، ولا لازم الدايت يتبعه حاجات تانية عشان يعني المنطقه دي تقل شويه؟ طيب خليني اوضح لسيادتك الجزئيه دي لان ليها شويه ابعاد. اول حاجه السمنه العاديه دي اللي هي متزنه في جسمك كله، ده بيبقى مريض دايما معروف كده، تلاقيه كله بيتخن وكله بيخس، ده لما يجي يعمل دايت بيتظبط. انما دايما في ناس عندها مشكله رئيسيه في منطقه او عيله بالكامل، تقول لك انا رجلينا كلنا كبيره، او دراعنا كلنا كبير، او بطننا كلنا كبير. الموضوع شويه بيبقى متعلق بالجينات، وهنا بيكون مش بس الدايت له تاثير، يعني الدايت بيكون له تاثير لطيف لكن مش التاثير الكامل. في الحالات اللي زي دي ممكن نلجا لوسائل التخسيس الموضعي نفسها. ان هي مثلا في حاجات جلسات معينه تتعمل على البطن او على الرجلين او ايا كانت المنطقه الزياده، لو اتاكدنا ان هي مش بتنزل بالدايت او مش عايز تنزل كويس من الدايت. طب والجلسات دي مالهاش اي خطوره؟ لازم تكون تحت اشراف الطبيب، وتكون على حسب كل حاله، مفيش حاله زي التانيه. وارجوكم الموضوع ده مهم جدا، لان دايما الناس بتقول لك ايه ده عمل كذا فانا اعمل زيه، مفيش حاجه اسمها كذا. الموضوع ده بيكون على حسب الحاله نفسها عامله ازاي. كمان الرياضه بتفرق جدا قوه العضلات اللي في المنطقه نفسها. على سبيل المثال لو انا بدات اعمل دايت وبدات فعلا انزل في دهون وكل حاجه، بس عندي عضلات البطن مترهله، هل متخيل ان بطني تبقى مشدوده وحلوه وكله تمام؟ لا مستحيل. فلازم يحصل تقويه لعضلات البطن او للمنطقه نفسها برضو المستهدفه، علشان تبدا ان هي تشدها وتبدا ان هي تديها حتى الشكل الكويس. فليه الرياضه هنا تاثير كبير وكويس. والناس اللي مش قادره تلعب رياضه، وعلى سبيل المثال الناس الكبار، يقدر بس ان هو يبدا يشفط بطنه باستمرار، ويبدا ان هو يقوي الكور بتاع عضلات بطنه علشان تتحسن شويه. يعني هو قاعد يبقى قاعد شفط بطنه، دي مش حاجه وحشه يعني، دي حاجه كويسه. مثلا بيسوق عربيه لمسافات كبيره، يبقى هو بيسوق شفط بطنه. يعني في المجمل يبقى شفط بطنه على قد ما يقدر، وكل ما يفتكر يبدا ان هو يشفطها كتير، دي بتقوي عضلات البطن من غير يعني ممارسه رياضه تبقى عنيفه. طب استاذنك معانا استاذه مريم، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اتفضلي. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه وبخير، اتفضلي سؤالك. ربنا يخليك. بص حضرتك، انا وزني كله نزل ما عدا بطني. تمام. الوزن مش كله تنزل نهائي. طب انت بتعملي دايت يعني وماشيه مع دكتور، ولا ده مع نفسك؟ لا لا لا، يعني نظام اكل ما بتعشاش بالليل. طيب خسيتي ولا دايت ولا اي حاجه، بس ما بتعشاش بالليل. خسيتي كام كيلو؟ خسيتي 12 كيلو. تمام. كام والوزن كام؟ الطول كام والوزن كام دلوقتي؟ الطول 160 والوزن حوالي 64. تمام، شكرا يا مدام مريم، شكرا. بس هي منطقه البطن هي اللي مضايقاها، زي ما كنا لسه بنسال لحضرتك. هي مشكله عامه عامه. طيب هي برضو نفس الفكره، هي مش زياده جدا في الوزن، لكن برضو نفس القصه، لازم يحصل تقويه لعضلات البطن مستمره. يعني البطن دي مش هتخس غير بالتمرينات. جزء من الوسائل اللي هنوصل بيها للهدف بتاعنا. ودايما الناس بتستعجل قوي في الجزئيه دي، يعني دايما يقول لك ايه انا عملت اهو تمرينات لمده اسبوعين ما خسيتش ليه؟ لا، هي مش اسبوعين بس، الموضوع شويه ممكن ياخد وقت،
ولو في حاله ان هي بدات تمشي على دايت كويس وعلى رياضه كويس وما لقتش النتيجه اللي هي محتاجاها ساعتها تستشير الطبيب بتاعها، ممكن يقول لها تعمل جلسات تخصيص موضعي وساعتها بطنها تنزل كويس. طب انا عايز اسالك على برضو يعني المناطق الاخرى خاصه عند السيدات برضو نفس القصه، ما ينطبق على البطن ينطبق على اي منطقه موضوعيه فيها مشكله، دي بتبقى برضو لازم تمرينات؟ ايوه التمرينات جزء من خطه العلاج مش هي الجزء الوحيد. يعني على سبيل المثال في مثلا احيانا يبقى البريست عند السيدات كتير زياده شويه، فساعتها التمرينات مش هتبقى ليها تاثير، ساعتها ممكن يبقى الحل بتاعها ان هي مثلا تشفط جزء من الدهون. يعني قد يكون في تداخلات كتيره مش بس واقفه فكره الدايت، يعني دايما الناس متخيله ان انا همشي على الدايت ده هينزل لي بقى رجليا والدايت ده بقى هينزل لي بطني وده بقى هينزل لي. بس انا اقول لحضرتك على حاجه، هي المشكله في ان احنا كتير جدا مننا بيعتبر الدايت يساوي وصفه طبيه، ده حقيقي، اللي هي ورقه قد كده وما ينطبق على فلانه تنطبق على يعني فلانه الورقه الدوره دي تدور عليهم كلهم تبقى الدنيا تمام، ده حقيقي. فده مش نافع، ده مش نافع خالص. انا بشكرك جدا على السؤال ده لان الموضوع ده قد يؤدي الى كوارث حقيقيه في صحه الناس. شفت قبل كده مريض جميل يعني كان يقول لك ايه، اصل انا ابن عمي كان ماشي على الدايت ده ويخس عليه كتير، رحت انا واخده مع العلم ان هو عنده سكر من الاولانيه بياخد انسولين، والتاني كان ماشي على دايت سيء للغايه صعب جدا حاجه كده تجويع، بدا ان هو يمشي على الدايت، اول يوم دخل في كوما، تاني يوم نفس الكوما، تالت يوم رعايه مركزه. انت بتعمل ايه؟ ايه اللي بتعمله؟ يقول لك ما اصل هو خس عليه. حبيبي ده حاجه وده حاجه. هل انا اقدر يا استاذ اسحاق اجيب مثلا عربيه مرسيدس وعربيه 128 واقول لك الاثنين هياخدوا نفس الزيت ونفس البنزين ونفس طبعًا كل حاجه؟ لا طبعًا. مستحيل، ما ينفعش. كذلك كل واحد ليه احتياجاته هو الغذائيه بتختلف على حسب حاجات كتيره جدا، العمر بتاعه بيختلف، الوزن بتاعه بيختلف، الحاله الصحيه بتاعته بتختلف، النشاط بتاعه بيختلف، تفاصيل كتيره جدا لازم يتحدد عليها البرنامج. استاذنك معانا استاذ عبير، اهلا بيكي يا استاذ عبير. ايوه اهلا بيك، اتفضلي سؤالك. حضرتك بقول للدكتور انا بعمل ريجيم، مش بشرب شاي اقدر كتير، مش بعمل ريجيم عن الاكل، انا باكل كل حاجه، فلما بشرب الشاي بيعمل معايا نتيجه وبعد كده لما بوقفه. شاي ايه اللي بتشربيه يا مدام عبير؟ شاي الاخضر. يعني هو الريجيم بتاع حضرتك مجرد شاي اخضر بس؟ اخضر بس، بشرب شاي اخضر بس. فبرجع اوقف بلاقي وزني يزيد. وزن انا عندي فقرات ضهر، بتعب بسرعه لما وزني بيزيد. ممكن تقول لحضرتك الطول قد ايه والوزن قد ايه؟ انا طولي 160 ووزني 78. تمام، عينينا يا مدام عبير. لما وزني بيوصل ال 80 برجع اتعب بضهري وورقه الثاني، فبحاول اشرب الشاي تاني. طيب عينينا حاضر. عندي بنتي اشتهيتها بتقف، يعني ما بتاكلش، تاخد كرياتين عشان تاكل. تاخد ايه معلش؟ بنتي عندها 22 سنه نحيفه، ما يعني وزنها نحيف. بتبقى عايزه تاكل، شهيتها يعني ما بتاكلش. ايوه مقفوله عن الاكل، بتاخد الكرياتين عشان تاكل. طيب عينينا يا مدام عبير، عينينا. كرياتين علشان تاكل؟ ما انا الاول السؤال بتاعها، هي بتقول لحضرتك هي بس بتشرب شاي اخضر. طيب هي بتعتبر ان الرجيم هو الشاي الاخضر. ما دي مشكله كبيره. هو الموضوع ده كان بيفكرنا كده اللي هو فكره ايه، انا هاكل بيتزا وهشرب معاها شاي اخضر. هي الفكره مش بتبقى كده، هي الفكره دايما في حاجه، الشاي الاخضر او الحاجات اللي فيها كافيين بتقلل شويه من الميه المحبوسه في جسمنا. احنا جسمنا ممكن يبقى ناتج عن الاملاح الكتير اللي بنتناولها او السكريات مخزن شويه ميه. عادي جدا ان ناخد شويه حاجات فيها كافيين او الحاجات اللي هي مديوريتك دي بتنزل ميه، فتحس شويه ان انت خسيت كحاجه مؤقته مش دهون، انت خسيت ميه. اول ما تبدا تيجي تاكل تاني عادي خالص بتزيد. فالشاي الاخضر مش هو السحر اللي هيخسسك، الشاي الاخضر ده لما تشربه كتير في اليوم ممكن يعدل يظبط شويه معدل الحرق ان هو يزوده 10% مش اكتر من كده، لكن مش هل ده اللي هيخسسك. في حاجة تانية هي قالت عليها، قالت لك أنا بشتكي من في فقرات في ظهري وجعاني. طيب ما هو ده سبب رئيسي يخليك لازم أصلا تمشي على خطة غذائية. خلي بالك إن ألم الظهر ده قد ينتج عنه مشاكل كتيرة تانية. بس هي ما عندهاش وزن زيادة كتير برضو، يعني هي ممكن بخلق يعني بنظام غذائي وشوية تمرينات الدنيا تيجي معاها. طبعا طبعا تقدر تخس وكله تمام، وخاصة جزء كبير جدا من علاج ظهرها هيبقى متعلق بالوزن برضو الزيادة. أحيانا على فكرة لو احنا متعودين جسمنا على وزن معين وبدأ إن يحصل زيادة كبيرة في الوزن ده بيأثر شوية على ظهرها. في حتة بس عايز أقولها، موضوع الكرياتين بالنسبة للمنتهى. هو مين اللي كتب لها كرياتين؟ دي مشكلة.
الكرياتين ده بيتاخد للناس اللي هم البادي بيلدرز خلاص علشان يبدا ان هو يعمل بامب في العضلات ويبدا ان هو يخزن كده في العضلات بينفخ عضلات طبعا وبيكون ليه تاثير كبير جدا على الكلى لو اتاخد بنسب مش مظبوطه او لحد مش رياضي اصلا اي وخاصه للبنات واوقات حتى الرياضيين او بتاع بيبتدي يجمع ميه وحاجات كده وفي يعني حقيقي بتبقى ليها نسب هو الكرياتين بشكل عام لطيف لكن مش لحد قاعد بنت مثلا ما بتلعبش رياضه وبديها بهدف ان هي تتخن دي مشكله احنا نبقى نعمل موضوع تاني عن النحافة لان ده كمان موضوع مهم لناس كتير طبعا السمنة اكتر لكن النحافة لازالت موجودة وناس بتاكل كتير وما فيش زيادة في الوزن لكن عشان الوقت انا بشكرك جدا دكتور أبانوب مجدي اخصائي التغذية وعلاج امراض السمنة والنحافة وسوء التغذية نورتنا ربنا يخليك نورك مسيح خلاص عزوك لسه معاكم مشاهدينا نخرج لفاصل ونرجع نسأل ازاي استمتع بالاجازة واستعد للامتحانات دونت ميكس بعد الفاصل